اختي احنا مضايقين من هذه الناحيه وهذه، وبان احنا ديما كنقولوا الصحراء مغربيه. ثاني حاجه هذوك الناس هذوك كنقولوا عليهم ارهابيين، هذه لان هذا الشيء اللي كيديروا فيه ديال الارهاب. وما نكرهش انا مثلا من الدوله وهذه في العود ما دير تشدهم وتدخلهم عندهم، لان تا هما راه فيهم مواطنين مغاربه اللي غادي يحاكموهم هنا ويعطيو بهم ضربه لوحدين اخرين. هادي كيجيك التدخل ديال الجيش؟ غادي نقول لك بصراحه جيش باسل هادي، من احسن الجيوش اللي انا كنعتبرهم في العالم كامل، لان الجيش المغربي كنفتخروا به وديما كنفتخروا بالجيش المغربي. هادوك اللي ديال البوليزاريو هادوك مرتزقه من البوليزاريو، زعمينهم الجزائر ملي مطعمهم. هادوك الناس كيزولوا الفوضى، واش كامل غادي كيسوى 300 مليون غادي في السلعه كيخسروها، كيحبسوا عليهم الطريق. راه مؤمن وايا، ولكن زعما مرتزقه، هما راه مرتزقه. كون ما كانوش مرتزقه ما غايجيوش تما، كاين باغيين يحتلوا البلاد. انت كمغربي ما عجبكش الحال؟ لا ما يعجبنيش الحال، حيت انا دزت عسكري. كيجاك التدخل ديال الجيش؟ التدخل ديال المغرب مع ديما السالم، كل ما داروش المهكاك ما غيمشيوش في حالهم. انت مفتخر بالجيش المغربي؟ بزاف 100% حيت انا دزت عسكري. بقى فينا الحال بزاف صراحه، والله تبقى فينا الحال. علاش؟ حيت هاد الناس هادو تعداو علينا بزاف، والله تعداو علينا بزاف، وكيحيدوا لينا السلعه، كيدخلوا علينا، كيبداو يستفزوا في العسكر ديالنا، كيبداو هادشي راه بزاف هادشي، والله الا بزاف بالله، لان ماشي هادو مرتزقه باغيين ينوضوا لينا البلباله في بلادنا، صراحه بغاو يديروا لنا البلباله، بغاو يديروا لنا الصداع في بلادنا، وحنا الحمد لله بلادنا بلاد السلم. بلاد السلم والامان، الله يخلي لنا مالكنا اولا، والله يخلي لنا القوات المسلحه الملكيه ثانيا، لان القوات المسلحه الملكيه الحمد لله تدخلات، ولكن ما تدخلات حتى اللي عطى الله عطاه. علاش ما تدخلش في الاول؟ علاش خلاو تداو الناس السلعه ونهبوا لي الناس وتكرفصوا على الناس؟ علاش هذا الشيء؟ علاش؟ هادشي صيفطونا حنايا، حنا انا كمواطن يديوني يحطوني تما، والله تنموت على بلادي، والله تنموت عليها بالله، والله سيدي تنموت على بلادي. وكنشكروا القوات المسلحه الملكيه بزاف، كنشكروها فالقياده ديال سيدنا الله يخليه لينا، صراحه هو اللي مدعمنا، هو اللي كيعطينا، والحمد لله ونشكره في بلادنا. حنا بلادنا بلاد السلم، بلد السلم والامان، حنا الحمد لله ونشكره، عايشين واكلين شاربين، ما خاصنا الحمد لله حتى خير، يعني حنا بخير، عندنا الامن في بلادنا، يعني ما كاينش التعدو، ما كاينش يعني شي حاجه اللي غادي يجي شي واحد يحيد لك ديك الصحه، ما كايناش. يعني حنا بلادنا الحمد لله بلد السلم والامان، وحنا كنتمناو من بلادنا تبقى ديما بلد السلم والامان. وهاد الناس بغاو ينوضوا علينا الصداع، ولكن حنا لا، احنا ما نوضوش الصداع، احنا غناخذوا حقنا وناخذوا بالحق، من ناخذوا حقنا ناخذوا بالحق، ماشي ناخذوا بالصداع وبالفوضى وبالروينه، لا، غناخذوا حقنا، وحنا راه متشبتين على حقنا، وما عمرنا نسمحوا في حقنا، وما عمرنا نسمحوا في الصحراء، راه والله ما نسمحوا فيها تنموتوا، راه نموتوا حنا ويبقى ولادنا كيدافعوا عليها، وما عمرنا نتخلاو عليها. والله ينصر سيدنا، والله ينصر القوات المسلحه الملكيه، والله ينصر هاد الناس هما اللي كيوصلوا الرساله. وحنايا راه الله يخلي لينا سيدنا، هادشي اللي غنقولوا، الله يطول لنا في عمره، والله يزيد لنا في المداد ديالو، الله يعطيه صحيحته، الله يعطيه صحيحته، الله يعطيه صحيحته، وعاشت القوات المسلحه الملكيه. وحنا الحمد لله راه ندافعوا على بلادنا، راه نموتوا على بلادنا.